في التقرير الخاص، ماذا يقول القانون عن طرد السفراء في حال إساءتهم للبلد المعتمدين لديه، وكيف يطبق سياسيا؟ تقرير جوني تانيوس. بيرسونا نان غراتا، أو شخص غير مرغوب فيه. بهذه العبارة أرادت قوى الرابع عشر من أذار أن تهاجم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، لأنه وفق رأيها يقوم بممارسات غير مقبولة تتخطى أطر عمله ويتصرف كضابط مخابرات لا بل أكثر. وبحسب اتفاقية فيينا الدولية الموقعة في العام 1961 والتي تنظم العلاقات الدبلوماسية وتحدد مهام السفراء وأصول عملهم، فإذا أخل أي سفير بالقانون، خصوصا إذا تدخل بشؤون الدولة المضيفة وأدلى بتصريحات صحفية لسيما تلك المؤذية منها، يمكن أن يخضع للمساءلة. الدولة المضيفة تطلب من الدولة المرسلة إبدال هذا السفير، تغييره، وتعتبره بيرسونا نان غراتا، يعني تعتبره شخصا غير مرغوب فيه. إذا تلكأت الدولة المرسلة أو إذا رفضت ذلك، في بعد فترة قصيرة يعتبر تسقط الدولة المضيفة صلاحيات الممنوحة لهذا السفير أو الحصانة، وهذا يجب أن يطبق على أي رئيس بعثة دبلوماسية يتدخل بالشأن الداخلي تدخلا مباشرا تحريضيا. بحسب الأصول القانونية أيضا، يمكن للدولة بشخص وزير الخارجية أو الحكومة أن تنبه السفير المعني أو أن تسحب سفيرها من الدولة المسيئة. أما في ميزان السياسة اللبنانية فالأمر يخضع لتجاذبات كثيرة، خصوصا أن السفير المعني ليس إلا السفير السوري. وقوى الرابع عشر من أذار التي قدمت مذكرة بهذا الخصوص لرئيس الجمهورية ماضية في مسيرة جعله شخصا غير مرغوب فيه من خلال تحركات دستورية وأخرى في الشارع. ومن أخرج الجيش السوري سهل عليه إخراج السفير، وفق النائب أحمد فتفت. نحن مع وجود سفارة سورية في لبنان، مع وجود علاقات دبلوماسية، مع علاقات من دولة إلى دولة، ولكن السفير بصراحة متهم بأمور أمنية، متهم بأنه مشارك أو أعطى الأمر بخطف الأخوة الجاسم، متهم بقصة شبلي العيسمي، وتصرف بشكل غير لائق مع فخامة الرئيس من خلال أكثر من مرة رد على فخامة الرئيس. وهذه الحكومة غائبة كليا، ونحن نعتبر هذه الحكومة شريكة في الدم، لأن حتى الآن لم تقف موقفا صارما وواضحا من هذا الموضوع، رغم بداية الشكوى اللي تقدم فيها الرئيس ميقاتي عبر سفير اللبناني في دمشق. هي مش شكوى، هي لفت نظر، حتى لم يتجرأوا على الشكوى ولم يتجرأوا على استدعاء السفير. ليست العلاقات اللبنانية السورية الرسمية في أفضل حالها. شريحة كبيرة من اللبنانيين تطالب برحيل السفير السوري. رئيس الجمهورية عاتب على نظيره فيما يتعلق بقضية ميشيل سميحة، والحكومة حائرة تخطو نصف خطوة، والأمور بطبيعة الحال مرشحة للتأزم مع تأزم الوضع السوري، بما ينعكس مزيدا من الانقسام الداخلي.